طموح موجود، طموح موجود، رئاسة الفاف طموح موجود. أنا شاب عندي طموح، اشتغلت في الاتحادية على هدتين، عندي خبرة في الميدان، طموح عادي، حق مشروع هذا. الطريق أضحى مفروشا أمام رجل الإجماع الذي بقي وحيدا على مضمار الوصول لرئاسة الفاف. سقطت جميع أوراق المرشحين وبقي وليد صادي وجها لوجه أمام المسؤولية الكبيرة التي تنتظره لإعادة لملمة شتات الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي تاريخ من العمل الدؤوب بقوة شاب وكفاءة يافعة ستكون قادرة لا محالة على إعادة الهيبة للهيئة الكروية الجزائرية والعمل على بناء جديد يعيد الكرة الجزائرية مجدداً إلى اللمعان. العمل القاعدي على مستوى البطولة المحلية أهمية بالغة يوليها صادية أولوية أولى، لأن بناء فرق تنافسية محلية سينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني. حرب الكواليس قارياً ستكون أيضاً تحدياً لن يكون بالعسير على رجل يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف في أدغالها بخبرة سنوات طوال. هي تحديات كبيرة ومسؤولية أعظم سيحملها رجل الإجماع بغية العودة مجدداً للواجهة الرياضية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.